Welcome to Morocco! بعد زيارتي ثلاث مرات للمغرب وبعد ما تعاملت مع مغاربة كتير جدا تعرفت على أصدقاء كتير جدا اكتشفت إن الثقافة التاريخية المصرية الفرعونية مش موجودة خالص هنا. معظم الناس ما يعرفوش أبسط الأشياء عن مصر، عدد أهراماتها قد إيه، أو يعرفوا مثلا ملك من ملوك الفراعنة زمان اسما فقط أو أي معلومة، لأن معظم أجانب العالم يعرفوا مصر، يعرفوا توت عنخ آمون، يعرفوا الأهرامات، يعرفوا يعني إيه مقبرة، يعرفوا يعني إيه اللغة الهيروغليفية. حبيت بشكل مبسط عفوي أعرف بعض الناس والشباب كبار وصغيرين حاجة ولو بسيطة عن مصر. ابتديت ألف الشوارع وأسأل الناس وأشجعهم بهدايا بسيطة فرعونية من مصر، بس للأسف الغالبية العظمى برضو طلع معلوماتهم ضعيفة جدا وتكاد تكون زيرو، فحبيت أنمي المعلومات دي وأوصلها لأكبر عدد ممكن على قد إمكانياتي وعلى قد وقتي في المغرب. تعالوا مع بعض نشوف إيه اللي حصل لما قابلت الشباب والناس الكبار وسألتهم عن مصر أو الفراعنة أو تاريخ مصر وبالأخص الأهرامات. إن شاء الله الفيديو عجبكم، تتبسطوا معايا زي ما انا اتبسطت بالناس الجميله جدا اللي قابلتها وكفايه ان انا اتعرفت بيهم. يلا بينا. مساء الفل يا ست وفاء. ست وفاء من متابعيني على التيك توك، وانا في كازابلانكا دلوقتي قابلتها واتشرفت بيها يعني عشان تتفرجنا على كازابلانكا، بس انا استغلت الفرصه عشان عايز اديلها هديه فرعوني. ست الفل. نعم. ازيك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. هسألك سؤال بخصوص الفراعنة، جاهزة؟ عندك خلفية عن قدماء مصريين؟ شوية، مش خلفية يعني من أيام الدراسة من الإعدادي، والإعدادي أنا اتخرجت في 1973. ما شاء الله. أنا شديت الإجازة في الحقوق في 1980. ما شاء الله، ربنا يديكي طول العمر. شكرا. طيب أنا هسألك حاجات بسيطة وإن شاء الله جاوبي وأديكي هدية فرعونية. إن شاء الله. إن شاء الله. وانا طيب. كمان لي هدية لك. الله يخليك. والله انا هديتي اني شفت حضرتك. والله. طيب طبعا تسمعي عن الاهرامات. تعرفي كم هرم عندنا في مصر؟ ثلاثة. برافو عليك. بس هما دول يا ست وفاء المعروفين. معروفين. عالميا. عالمي. بس احنا عندنا اكثر من كده. اكثر. طيب اساميهم ايه بقى؟ توت عنخ آمون. لا توت عنخ آمون ده ملك. 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 طب بالمناسبة توت عنخ آمون يعتبر أصغر ملك حكم مصر ولا أكبر ملك حكم مصر؟ أكبر طيب. لا أصغر ملك حكم مصر. طيب نرجع بقى مرجعنا. أسامي الأهرامات خوفو، خفرع، ومنقرع. الهرم الكبير خوفو اتبنى في كام سنة؟ إيه ده يا ست وفاء؟ لا والله أنا عايز أقسم بالله العلي العظيم. أنا عايز أكذب عليك. أنا عايز أديك هدية. طب عايز أديك هدية. كفاية كفاية إن أنا شفتك دي حاجة بسيطة يا ست وفاء ويعني مش قد المهام. لا بالعكس لها قيمة. هو ده مين؟ ده مين؟ هو ده توت عنخ آمون. برافو عليك. هو ده توت عنخ آمون اللي حير العالم. يونس إزيك؟ أول حاجة هذا السيد لعمر أدار اعمل له سبسكرايب وابوني واعمل الاشتراك زي الاشتراك. الله يعمر هدار محببك في المغرب. الله يخليك. في مدينة الصويرة بلدك الثاني. الله يخليك. مصر ام الدنيا، اهل الكرم واهل الجود، ومرحبا باهل مصر في مدينة الصويرة. ربنا يعزك. مدينة الرياح، انظر الى الجو هادئ والجو جميل، بس الحمد لله فيش رياح. مفيش رياح نعم. طيب يونس حبيبي عايز ادي لك هدية. عايز ادي لك هدية فرعونية. مرحبا اخي. بس هسألك سؤال. اسأل. يخص الفراعنة، يعني بخصوص الفراعنة او قدماء مصريين. مصريين. لو جاوبت صح هدي لك هدية. اي مرحبا. اوعى بقى اوعى ما تجاوبش. اوعى. سوف افكر، سوف اعصر عقلي، كانت جيدة سوف. طيب بص يا حبيبي، انت عارف ان هنا عندكم اللغة الامازيغية. امازيغية نعم. صح؟ قديمة. قديمة نعم. ما زالت مستخدمة وكل حاجة بس هي قديمة. طيب احنا عندنا القدماء المصريين كانوا بيستخدموا لغة خاصة بيهم. بيهم. تعرف اسمها ايه؟ اسمها اللغة الفرعينية خاصة. لا. قديمة. لا لا ليها خاصة. اسم. ليها اسم. ليها اسم. مثل الامازيغية عندنا. مثل الامازيغية. يعني يعني زي ما اللغة زي ما الامازيغ عندهم اللغة الامازيغية. نعم. المصريين القدماء عندهم لغة خاصة بيهم. اسمها ايه؟ والله والله ما عندي فكرة.
هذه زمطتني فيها يا اخي. طيب احنا عندنا كم هرم في مصر؟ هرم عندنا كم الاهرامات كم هرم؟ هرم كاين هرم واحد اثنين ثلاثة. برافو عليك. ثلاثة الأهرام. دول المعروفين، بس احنا الحقيقة عندنا حوالي 120 هرم في مصر. 120 تخيل؟ 120. طيب أنا بس حابب إن أنا أوصل لك المعلومة مش أكتر. نعم. وهدي لك الهدية برضو عشان أنت حبيبي. مرحبا يا تسلم. وكلنا مع بعض. تسلم. كراب وجمبري. تسلم. نعم. اللغة المصرية الفرعونية زمان كان اسمها اللغة الهيروغليفية. 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 وكانوا بيكتبوها على ورق باردي. باردي نعم. الورق مخصوص. ورق قيم كده تخين اسمه ورق البردي. انا هدي لك ورقه بردي من ورق البردي بتاع المصريين القدماء عشان تفتكرني بيه. ميرسي بوكو والله افيك بليزير. الله يخليك يا بني. والله اشكرك شكرا جزيلا على هذه الهديه. الله يخليك. هذه معرفه بأهل مصر. دي اللغه الهيروغليفيه. اللغه الهيروغليفيه. نعم. انا لدي فكره كانوا يتواصلوا بهذه الرموز. بيستخدموا الرموز والرسومات. بس الاسم اللي بتاعها ما بعرفها. عشان وريها لهم بقى عشان اخواتنا المغاربه اللي اتفرجوا على الفيديو يشوفوا اللغه المصريه القديمه الهيروغليفيه ويعرفوا ان اللغه اللي كان بيستخدمها الفراعنه زمان عندنا اسمها اللغه الهيروغليفيه. والله انتوا اهل كرم واهل سخاء. والله مرحبا بك يا اخي. وانا سعيد في وجودي بوسطكم. والله اهلا باهل مصر. والله مرحبا في اي وقيته. شكرا يا مرحبا بك يا اخي. والله تشرف. الله يخليك. من حديقه قلهاو في اجادير قابلت مجموعه من الشباب زي الورد ما شاء الله. قررت اعمل لهم الاختبار بتاعنا. مساء الفل عليكم جميعا. طيب هم كلهم من اجادير. هتعرف عليهم كده واحد واحد. انا حسام. انا رباب. جيهان. فاطمه الزهراء. ياسمينة. ايناس. محمد. سفيان. طيب نبتدي بفاطمه الزهراء. فاطمه. نعم. تعرفي يا فاطمه الاهرامات؟ سمعتي عن الاهرامات قبل كده؟ نعم. سمعتي عنها؟ طيب قربي كده شويه عشان الصوت. طيب تقدري تقول لنا بقى في كام هرم عندنا في مصر؟ كنعرف واحد الهرم ديال الجيزه فيه واحد. هما في الجيزه. اوكي بس هما كام هرم؟ ثلاثه. برافو ثلاثة. برافو ما شاء الله. طيب هما دول الثلاث اهرامات المعروفين، بس احنا عندنا في مصر اكتر من 100 هرم. تخيلوا. بس اللي مشهورين هما الثلاثه دول لان لسه على حالتهم، لسه زي ما هما كده بشكلهم نوعا ما. اوكي طيب قولي لي بقى اسامي الثلاث اهرامات عشان تاخدي اللي دول. ما اعرفش اديني اختيارات. لا يعني هو اهم حاجه ان تكوني عارفه اساميهم. ما اعرفش. طيب مين عارف اساميهم؟ عارف اسم اثنين. طيب يلا يا سفيان. واحد اسمه خوفو. ايوه. والثاني خوفو. ايوه. والثالث منقرع. برافو عليك. انت اول واحد تاخد ديه. طيب انتوا عارفين ان احنا عندنا ملكات يعني سيدات حكموا مصر. برافو. انا عايز بقى اسم ثلاث ملكات من اللي حكموا مصر من الفراعنه. زينب. لا هو انت برضه يا سفيان هتاخد الشنطه كلها. اخويا سفيان مثقف نوعا. قول يا سفيان. نفرتيتي. ايوه برافو. كليوباترا. ايوه برافو. فاضل واحده. حتشبسوت. هي حتشبسوت هي صعبه شويه لان يعني مش معروفه واسم صعب. مش معنى عرفت نفرتيتي وكليوباترا. كليوباترا عارف صح فكرتك دروس التاريخ. في الدراسه. في الدراسه. ونفرتيتي موسى السيد يوسف عليه. طيب خلاص انت اول واحد هتاخد هديه يا مستر سفيان. تفضل يا سيد سفيان. طيب عارف دي ايه ولا مش عارف؟ طيب ده ورق بردي اللي كان بيستخدمه الفراعنه زمان في الكتابه، بس ده عليه صوره عشان يعني سيفونير. سيفونير. طيب احنا ما ينفعش ندي هديه لواحد بس وكل ده ما ياخدش. عايز حد يكون عايز حد يكون عنده معلومه تاريخيه فرعونيه او معلومه عن مصر او فراعنه مصر يقولها لنا وادي له هديه برضه. انا بأهل الاهرامات. استنى قول. لا اعقل على اسمي. المهم هناك الشمال والجنوب والشرق والغرب. برافو. كلها
you know. يعني قصدك ان الهرم بيشير للاتجاهات الرئيسية؟ برافو عليك، هو فيها جزء صح، عشان كده هدي لك هدية برضه تستاهل. اتفضل سقفوا له بقى، اشمعنى هو يعني اشمعنى. مش هندي هدية البنات ولاد بس، ينفع؟ بإذنك. فاطمة انت جاوبتي على سؤال من يعني نص السؤال بتاع الاهرامات، فهسألك حاجة تانية برضو تخص الاهرامات، لو جاوبتيها هديك هدية، انا كده كده هديها لك. شكرا. بس لازم اتعبك شوية. طيب في جنب الاهرامات تمثال اسمه ايه؟ ابو الهول. برافو. طيب شكله ايه؟ ايه المميز فيه؟ جسم انسان، جسم اسد. جسم اسد ورأس انسان. برافو عليك. طب ليه؟ يرمز للقوة. بجد مش حاجة تانية يعني؟ طيب شاطر، برافو عليك. شكرا. طيب انت عشان شطورة هخليك انت تمد ايدك وتنقل الهدية اللي انت عايزاها. طيب عارفة دي ايه؟ شنطة. بتسموها مزراب؟ بسطام. اوكي ده بالامازيغي؟ بالدارجة. طب بالامازيغي؟ اخد منك معلومة بقى انا كمان. اقرب. مبروك عليك الاقرب. شكرا. لحظة. الله يخليك. طيب يا شباب انا اتشرفت بيكم جدا جميعا. شباب زي الورد زي الفل، مبسوط كنت معاكم، يا رب تزوروا مصر وتتبسطوا ان شاء الله. يا باي باي. باي باي. على شاطئ محيط مدينة الصويرة قابلت ملاك قاعد على الشط بيتفرج على المحيط. صباح الخير. هاي. ازاي؟ شو اسميتك؟ نهى. نهى. ازيك يا نهى؟ انت مغربية؟ والله. والله. من أي مدينة؟ ريبة. طب وبتعملي ايه في الصويرة؟ باكونس. ما شاء الله يا بختك. الصويرة مدينة جميلة جدا يا جماعة، والحقيقة يعني كان بيقولوا سمعت كتير مدينة الرياح. جيت هنا مش شايف اي رياح صراحة، يعني زيها زي اي مدينة قبل كده، يمكن يكون في الشتاء. طيب يا ست نهى هسألك اسئلة. تعرفي القدماء المصريين فرعنا؟ شوية. عندك فكرة عن تاريخ مصر؟ شوية. جامدة. اصل كله قبل كده قال لي عندي وما زيرو. طيب انا هسألك سؤال ولو جبتي صح هديكي هدية فرعونية من الشنطة عندي هنا. اوكي؟ جاهزة؟ جاهزة. انت تعرفي ايه اشهر حاجة عندنا في مصر؟ اهرامات. برافو عليك، يعني عارفة ان احنا عندنا اهرامات. يس. طيب عددهم قد ايه يا نور؟ ثلاثة. برافو عليك، ما شاء الله. البداية موفقة، يعني مبشرة كمان. طيب تعرفي اساميهم؟ خفرة منكرة. ما شاء الله، انت اول واحدة تجاوب من اول مرة. قوليهم تاني كده، اصلا مش مصدق نفسي. سهلة يعني عارفهم. طيب وتعرفي انهي واحد فيهم الاكبر، اكبر هرم فيهم انهي واحد؟ خوفو. يا جماعة دي فاجئتني والله، نهى فاجئتني. طيب تعرفي اتبنى في كام سنة هرم خوفو؟ 10 20 سنة. لا 10 ولا 20؟ 10 ولا 20؟ نقول 20. نقول 20. ما شاء الله. صح 20 سنة، وفي ناس بتقول 21 سنة. برافو عليك والله يا نهى، ما شاء الله. طب احنا عندنا في مصر زمان القدماء المصريين كانوا بيستخدموا لغة معينة. زي كده الأمازيغ عندكم هنا في المغرب كانوا بيستخدموا اللغة الأمازيغية زمان ودلوقتي. طيب لو قلت لي بقى، يا سلام لو قلت لي اسم اللغه دي ابقى مبسوط جدا والله. الهيروغرافيا. برافو عليك، انت عارفاها بس مش عارفه تنطق الاسم. مش متاكده. الهيروغليفيه. ما شاء الله عليك يا نهى، برافو عليك. انت من انهي مدينه؟ انا من الرباط. من الرباط العاصمه، يعني عاش الرباط واهل الرباط. شكرا. انت عارفه انا الله يخليك يا رب، ده من ذوقك. انت عارفه انا ما صورتش خالص مع حد في الرباط ولا سالت لسه حد في الرباط، انت جيتي من الرباط عشان تسهلي عليا فجاه. طيب هتحطي ايدك انت في الشنطه
وتختاري الهدية اللي انت عايزاها عشان انت بجد فاجئتيني وما شاء الله عليك يعني. شكرا. يلا ايوه السوستة اللي ورا دي صحيح. حطي ايديكي ونقي اي واحده. ايه رايك؟ ما شاء الله. دي شنطه يعني انت عارفه ان دي شنطه صح؟ شنطه يعني ستايل عندنا بيتباع في حته اسمها خان الخليلي. عارفه خان الخليلي؟ سمعتيش خالص عن خان الخليلي؟ خان الخليلي زي كده المدن القديمه عندكم هنا يعني بيتباع فيها هدايا تذكاريه وسيفونيرز كلها عن الفراعنه والحاجات دي. وبعدين فيها مسجد شهير جدا اسمه مسجد سيدنا الحسين اللي فيه مقام سيدنا الحسين. معلومه جديده اهي. طيب ورينا بقى، ورينا بقى شكل الشنطه عليكي كده. يعني اتمنى تكون عجبتك والله. الله يخليكي ولايقه كمان على التيشيرت بتاعك. ثانك يو. مبروك يا نهى. شكرا. الف مبروك. متشكر جدا على وقتك الجميل ده. لازم تزوري مصر. ضروري. ان شاء الله. ان شاء الله. أنا دلوقتي في شاطئ الداليا قريب جدا من طنجة وقريب من تطوان يعني في شمال المغرب. شط جميل جدا. قابل دينا. ازيك يا دينا؟ الحمد لله. دينا مرشدة. الحمد لله. دينا مرشدة تبع جماعة خاصة برعاية الشط هنا ويعني بيعملوا حاجات لطيفة جدا وعندهم أنشطة هنا جميلة جدا. دينا عايزة أديكي هدية. نظير مجهودات كل اللي أنتوا بتعملوها الحلوة في الشط. الله يخليك. هسألك سؤال فرعوني ولو جاوبتيه هديك هدية فرعوني من اللي معايا في الشنطة دول. ماشي؟ اوكي. طيب انت تعرفي ان عندنا في مصر حاجة اسمها الاهرامات؟ ايوه. سمعت عن الاهرامات؟ ايوه طبعا. طيب. كتير بجد. عارف عارف عددهم؟ 120 100. لا مش بالظبط يعني فوق ال 100. فوق ال 100. برافو عليكي برافو عليكي. انت كده قربتي من 50% من الإجابة. طيب أشهر أهرامات عندنا هرم ولا اتنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. برافو عليك. طيب كده فاضل لك 20% وتاخدي الجايزة الهدية. تعرفي تقولي لي أساميهم؟ أيوه. بجد؟ والله. ده أنا هجري بقى. أنت هتاخدي الهدية. قولي لي أساميهم. أول خوفو حفرة منقرع. لا لا ده أنت مذاكرة بقى. طيب برافو عليك. طب تعرفي خوفو هرم خوفو اتبنى في كام سنة؟ انت كده خلاص ليك عندي هدية. بس هسألك سؤال جانبي، تعرفي هرم خوفو اتبنى في كام سنة؟ اللي هو الكبير. 20 سنة يا دينا. تخيلي 20 سنة بيبقوا فرق. الله مبروك عليكي، كسبتي هدية فرعونية. طيب تحبي الهدية ورقية ولا قماشية؟ قماشية. اللي بغيتي. مرحبا والله. اللي بغيتي انت. الله يخليك. خلاص انا هديك هديه قماشيه. اوكي؟ ماشي. يلا. هقول لك على حاجه، انت مدي ايديكي وخدي اللي انت عايزاه من الشنطه. نقي انت بجد. ما شاء الله نقت احلى. ورينا طلع ايه. شكرا. ما شاء الله. عجبتك؟ والله كتير حلوه. الله يخليك. شكرا بالذات. ده حاجه بسيطه جدا نظير مجهوداتكم اللي انتوا بتعملوها والله على الشط. فرحتيني والله. شكرا بالذات. الشط جميل جدا ونظيف وهما بيعملوا خدمات كتيره جدا هنا، خدمات ثقافيه وترفيهيه وصحيه، حتى بيساعدوا ذوي الاحتياجات الخاصه وما شاء الله يعني الشط على طول نظيف لان هما عاملين حمله بيئيه لتنظيف الشط وتخلص من النفايات والبلاستيك ويعني عاملين شغل جبار. ودينا يعني لوحدها باور باور للمكان. دينا انا مبسوط اني قابلتك وشفتك النهارده. والله انا كمان اكثر مبسوطه بمعرفتك. الله يخليك. شرف معرفه ناس مثلك. الله يخليك. مرحبا بك عندنا في المغرب. الله يخليك. الله رسول عين الله. شكرا بالذات فرحتيني. الله يخليك. صباح الخير يا مروان. صباح الخير. ازيك عامل ايه؟ انت من الصويرة؟ من الصويرة. من الصويرة. تعرف ايه عن الفراعنة؟ اعرف شوية.
عندك معلومة يعني؟ شوي فعلا؟ طيب أنا هسألك سؤال ولو جاوبت هدي لك هدية فرعونية في الشنطة معايا. أوكي؟ صفر كي شو؟ لا مش طيب عشان الإطارة. طيب أشوقك. طيب طيب إحنا عندنا كام هرم في مصر يا مروان؟ هرم كام هرم؟ تعرف الأهرامات؟ لا لا خمسة. برافو عليك. خمسة. طب فكر شوية كمان. هساعدك. ثلاثة. عندنا في مصر ثلاثة أهرامات. طيب الهرم الكبير اسمه إيه؟ أنت عارف بس عايز تركز. عارف كده الحرف الأول. خ. محدش يجاوب. طيب اسمه خوفو. خوفو. ثلاث أهرامات خوفو خفرع منقرع. خوفو. خوفو أكبر هرم. اتبنى في كم سنة؟ أنا ما أعرف. اتبنى في 20 سنة. 20 سنة. تخيل؟ قرن. يعني ما شاء الله قعدوا 20 سنة يبنوا فيه. أنت عارف إن الهرم مبني من بلوكات صخر. صخر. حجر كبيرة. وزن البلوك فيهم من 2 ل 5 طن، تخيل؟ يعني ما شاء الله الحجر الواحدة من 2 ل 5 طن. تخيل كانوا بيشيلوا ازاي وبيبنوا ازاي وبيرفعوه ازاي؟ الموضوع صعب صح؟ لا صعب. طب ارتفاع الهرم كام الكبير؟ الهرم؟ برضه ما تعرفش. 146 متر. تخيل أعلى من تحت السحاب. يا أسطى على الرغم إنك ما جاوبتش، على الرغم إنك ما جاوبتش بس برضه هديك هدية. نورت البقرة. عارف دي ولا مش عارف؟ نعم. زليخة. زليخة. الناس كلها هنا عارفة زليخة مش عارفين. طب متعرفش كليوباترا ولا؟ كليوباترا عارفة. كليوباترا. طيب دي رسومات الفرعونية زمان ودي اللغة الفرعونية. مش هقول بس دلوقتي عشان هسأل حد غيرك ايه هي اللغة الفرعونية. اوكي؟ ده اسمه ورق باردي. ورق الباردي ده اللي كان بيستخدم من زمان. كانش فيه ورق ايام الفراعنه، كان فيه ورق برضه بيعمل من النباتات. اتشرفت بيك يا مروان. الله يخليك. مجموعه من الشباب اللي زي الورد هنا برضه في حديقه الهاو. تعرف بيهم ابتدي بحضرتك. انا اسماء. اسماء؟ لا انا اسماء. هبه. 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 انا شهد. شهد. ازيك يا شهد؟ الحمد لله. ازيك يا هبه؟ الحمد لله. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. الحمد لله. انا هسالكوا سؤال عن الفراعنه. عارفين الفراعنه؟ شوف لسه ما عرفتش. طيب واللي هتجاوب السؤال هديها هديه من الشنطه معايا، هديه فرعونيه. صافي؟ صافي. اوكي. طيب احنا عندنا كام هرم في مصر؟ ثلاثه. برافو. ثلاثه. برافو برافو. طب يا شهد تقدري تقولي لي اساميهم عشان تاخدي الهديه فورا؟ اساميهم ما بعرف. أيوة. ها؟ ما عرفتيش. مش متذكرة. طيب احنا مبدئيا عندنا اكتر من ثلاث اهرامات في مصر. عندنا 100 وشوية هرم. انما المشهورين هم ايه؟ الثلاثة اللي كل الدنيا عارفاهم. واللي يعتبروا من ايه؟ من عجائب ايه؟ من عجائب الدنيا السبع. بالظبط. برافو عليك. طيب اساميهم ايه بقى؟ خوفو، خفرع، منقرع. منقرع. طب اللي هيقولهم صح هياخد الهدية. ها؟ خوفو. أيوة. منقرع. ايوه. وخفرع. طيب اني فيهم اكبر واحد؟ خوفو. برافو. طب واصغر واحد؟ منقرع. صح صح يا شهد. برافو عليك. طيب السؤال المهم بقى عشان لازم واحده تاخد هديه، لازم. الهرم الاكبر اللي هو خوفو اتبنى في كام سنه؟ 20 سنه. قعدوا يبنوا في الهرم 20 سنه، تخيلوا. طيب مين قال الثلاث اهرامات في الاول؟ مين؟ شهد ولا مين؟ رقم. مين؟ انت. صح؟ خلاص يبقى انت اللي تاخدي الهديه. مد ايدك في الشنطه بقى وخدي الهديه اللي انت عايزها. ما شاء الله. طيب انت عارفه دي ايه؟ كليوباترا. لا دي اصلا ايه؟ فرعون. لا دي عباره عن ايه؟ الهديه عباره عن ايه؟ حقيبه. حقيبه. برافو عليك. طب انت تعرفي كليوباترا؟ طيب ما عنديش معلومات. ما عندكيش معلومات عنها ولا تعرفي انها كانت جميله جدا وشديده الحسن، شديده الجمال، وكمان نفرتيتي برضو كانت جميله.
انا اتشرفت بيكم جدا يا بنات. شكرا جدا والله بجد. الله يخليك الله يخليك، وان شاء الله تزوروا مصر تتبسطوا تتفرجوا على الاهرامات تعرفوا اكتر عن الفراعنه وعن بلدنا. شكرا على الهديه. الله يخليك. صديقي جعفر اللي اتعرفت عليه في مدينه اسفي وفرجني على مدينه اسفي كلها، حبيت اديله هديه فرعونيه، بس صراحه يعني لازم اختبره الاول اشوف مدى معلوماته عن مصر القديمه والفراعنه والمصريين. جعفر هسألك يا جعفر أسئلة فرعونية، ولو جاوبت لو جاوبت أو ما جاوبتش مش مشكلة عشان أنت حبيبي، هديلك هدية فرعونية من الشنطة. أوكي أوكي أوكي. صافي صافي مشات. طيب معلوماتك إيه، نص نص ولا نص نص؟ أنا درست شوية الفراعنة ولكن في مجال سينما. يعني نوعا ما عندك فكرة؟ عندي شوية عندي. طيب بسم الله. بسم الله على مرحبا. احنا عندنا حاجة في مصر اسمها ايه؟ الاهرامات. صح؟ صح. كم هرم عندنا في مصر؟ صراحة ما كيش ثلاثة اللي مشهورين. ايوة. ثلاثة هما اللي مشهورين، ولكن هنالك واحدين اخرين ما مشهورينش. ما شاء الله. ما معروفينش. والله اول مرة، والله اول واحد صدقا يعني يجاوبني الاجابة الشافية دي. والله. طيب عارف عددهم الاهرام اللي مش معروفه؟ لا. طب مثلا اكتر من كام؟ هما كاين العديد من الاهرامات. اكتر من 100 هرم تقريبا. انا كفايه عندي انك قلت ان هما المشهورين ثلاثه. طيب اساميهم ايه بقى؟ بصراحه بعرف فقط هرم خوفو اللي هو الكبير. اللي هو الكبير واللي عارف اسم دياله. طيب مش مشكله انا هساعدك برضه عشان انت حبيبي. الهرم الثاني او الاوسط اسمه خفرع. خفرع. والثالث منقرع. على اسم الملك خفرع. منقرع بالضبط. هم ثلاث ملوك. كلهم ملوك. كلهم ملوك. صح. طيب تعرف الهرم الاكبر هرم خوفو اتبنى في كم سنه؟ اتبنى في كم سنه؟ لا 20 سنه ويقال 21 سنه. طيب تعرف ارتفاعه قد ايه؟ المعلومه عندي المعلومات ولكن بصراحه لا. حوالي 50 متر. اكثر شويه. اكثر 100. ايوه اكثر شويه. اكثر من 100. 150. حوالي 146 ونص يعني قريب من 150 اهو. معلوم. طيب هسألك حاجه ثانيه، تعرف ملكه من ملكات حكم مصر اسمها شجره الدور؟ شجره الدور؟ لا انا طيب. نفرتيتي. ايوه. نفرتيتي كان عرفها مشهوره. طب اديني ثلاث اسماء لملكات فراعنه حكموا مصر. نفرتيتي واحده منهم. نفرتيتي الاخرى مشهوره قوي. مشهوره بزاف. حتى في سجاير في مصر على اسمها. كليوباترا. كليوباترا. طيب في واحده بقى يعني هي كانت جميله جدا، ملكه جميله جدا يعني جمالها طاغي عليها، يمكن اجمل من كليوباترا ونفرتيتي، مش معروفه يعني. كان اسمها حتشبسوت. حتشبسوت اسمع بيها. تسمع بيها. موجوده في وادي الملوك في الاقصر. عندنا عارف مدينه الاقصر في جنوب مصر. جنب اسوان. صح. جنب اسوان. طيب اخر سؤال. أوكي. احنا عندنا في مصر زمان لغه فرعونيه قديمه زي ما انتم عندكم كده، اللغه الامازيغيه القديمه. تعرف اسمها؟ كانوا بيستخدموها الفراعنه. انا بعرف الكتابه الهيروغليفيه. هي دي. برافو عليك ما شاء الله. جعفر والله العظيم جعفر جاوب على معظم الاسئله اللي انا سالتها لمعظم المغاربه هنا، ما شاء الله عنده فكره. انت يعني فرحتني. ربي يخليك. والله فرحتني. انا كنحب مسار والتاريخ ديالها طب يعني على كده ممكن اسالك ثاني، يعني ممكن اسالك مثلا تعرف ايه عن طريقه دفن الموتى زمان عندنا في مصر؟ نعم. قديما كانوا بيعملوا ايه؟ تحنيط والمواد تستعمل في التحنيط. ما شاء الله. صح. كاينين كاع مواد ما كايناش في مصر. التحنيط ده بيعملوا يعني بيعملوا ايه؟ بيجففوا الجسم ويخلوه انه يصبر مده طويله بدون ما يتحلل بدون ما ما شاء الله. عمليه تحنيط الموتى زمان عندنا كانت ليها سبب، لما بيحنطوا الميت ويلفوه في الكفن المشهور سمى في الاخر موميا. ومومياوات الفراعنة عندنا مشهورة جدا عالميا. طيب هسألك بقى أو هقولك معلومة جديدة يمكن ما تكونش تعرفها. أنت عارف إن تحنيط الموتى كان بيتم إزاي؟ كانوا بيفضوا الأعضاء من الجسم. نعم. حتى المخ. حتى كل شيء. المخ كمان. إلا القلب. الله ينور. اللي هو اللي كيرجع للجسم كيرجعوه.
لسه اساله ما عدا عضو واحد. ما شاء الله عليك. ليه بقى؟ طب ليه السبب؟ السبب لان بالنسبه لي لانه هو الذاكره هو اللي لا اعتقاد المصريين القدماء او قناعتهم يعني معتقداتهم ان القلب هو موطن الروح. وهم كانوا على قناعه ان في حاجه اسمها البعث بعد الموت، يعني ترتد الروح ثانيه بعد الموت في العالم الاخر، والمكان الوحيد اللي بيرتد فيه الروح هو القلب، ثم ينتج عن بعد كده عن طريق الروح باقي اعضاء الجسد الصافيه النقيه الجديده. والله يا جعفر، والله انت ما شاء الله عليك، والله جد حقيقي يعني. نتمنى زعما نكون جاوب شويه. الله يخليك. ده انا ممكن اسالك اسئله انت تفاجئني انا مش عارفها، يعني لسه اسالك مين مينا موحد القطرين ومين، يعني ما شاء الله كنت هخش معاك. لا عندي تبارك الله حب لهذيك الارض اللي هي مصر. الله يخليك. عندي حب لانها تبارك الله راه تاريخ. طب انا عايز اسالك سؤال صعب عشان انت بجد يعني مش عارف اعمل معاك ايه. تعرف ابو الهول؟ ابو الهول. شكله ايه ابو الهول ومكانه فين والغرض منه ايه وايه العلامه المميزه فيه؟ انا لازم اعادك، انا مش سايبك. دم الاخر. العلامه المميزه هي الراس دياله. لا لو ماشي. لا. لا. لا العلامه المميزه اللي فيه دلوقتي ان مناخيره ما في مهرس. مهرس ليه بالظبط؟ انما هو على شكل اسد، جسم اسد وراس انسان. برافو عليك. انا مبسوط جدا جدا من اللقاء معاك ده، وان احنا يعني كنت منا ناخد الهديه عن جداره. كده انت واخدها عن جداره فعلا. حاجه بسيطه كده عشان تفتكرني بيها. ده ماجنت لتمثال فرعوني. اعتقد ان ده امن حطب على ما اتذكر. امن حطب ده من احد الملوك فرعنا زمان. جميل جدا. شكرا حسام. شكرا شكرا. الله يخليك. شكرا اخويا حسام. وقبل ما امشي احب اسالك مين اصغر فرعون مصري؟ توت عنخ امون. لا مع السلامه، باي باي. انا مش هسالك تاني. وانا باكل تعرفت على الراجل الجميل ده. ازيك يا حاج خالد؟ عامل ايه؟ وانت اسمك؟ حسام. حسام. الحاج خالد شغال طباخ على مركب من مراكب ودعاني ان انا اخش اتفرج عليها. بس انا قبل ما ادخل عايز اسالك سؤال يا حاج خالد. مرحبا. مرحبا. انتوا بتقعدوا كام يوم في البحر؟ احنا قعدوا 6 ايام ماكسيموم. ماكسيموم؟ ماكسيموم 6 ايام. طب وبتطبخ ايه كل يوم للبحرين؟ بتطبخ اللحم، الدجاج، سلطه. بتعمل طاجين؟ بتعمل طاجين؟ طاجين. نصبوا طاجين على الفحم برضو؟ بالحق على الفحم، ولكن الصياده ما ياكلوش السمك. لانهم عايشين مع السمك سنين. زهقوا منه. ما يحملوش السمك، بيحبوا الغنم والبقر. انا هاتني هنا والمعيز، خدني معاكم وانا اكل سمك كل يوم. انت مرحبا. مرحبا. الله يخليك. تعرف حاجه عن القدماء المصريين الفراعنه؟ انا ما عمري سافرت لمصر خالص، ما عمري خرجت على المغرب كاع. ما عندكش اي معلومه؟ ما عنديش، ما نكذبش عليك. ما عندي، عندي معلومه ديال اللي في القران، فرعينا وما. طيب اسم فرعون ذكر كم مره في القران؟ 14 مره. لا بزاف. اكثر. 24. 74 مرة. هذه معلومة الله يجزيك عليها، أنا نضف في عقلي. طيب هسألك سؤال يخص الأهرامات، تعرف الأهرامات؟ هما مش ثلاثة اللي شفتهم في الأفلام، كاينين ثلاثة. طب عارف أساميهم؟ أنسميهم؟ لا ما نعرفش أساميهم. خوفو؟ خوفو. لا خوفو؟ خوفو. خفرع؟ صفرع. خفرع. خفرع. منقرع؟ منقرع. صعبة. واو. صعبة. صعبة كتير، صعبة بزاف. دي حاجة بسيطة كده ليك يا حاجة خالد. مرحبا والله. ده اسمه ورق بردي. ورق بردي. الورق البردي ده اللي كان بيستخدمه الفراعنة زمان قدماء المصريين في الكتابة. ما كانش عندهم ورق أبيض زي ده. إن شاء الله لما تقرأ هتعرف بالظبط المعنى. هذه تذكرة من عند خويا حسين. حسام. حسام. الله يخليك. والله الا فرحت بها. ودي اللغه الهيروغليفيه بتاعتنا في مصر. عرفتي هذه اش غندير بها حسام؟ عندي بنتي تتدرس على المآثر ديال هذا الشيء قديم. ما شاء الله. وغادي نعطيها لها وغادير لها الكادر والزجاج وغنخليوها وغنكتب عليها حسام. الله يخليك. والله العظيم. مرحبا. مرحبا خويا حسام. والله العظيم. ان شاء الله تعجبك. زوينه. تفتكرني بها دائما وتفتكر مصر. ما نفكرك بمصر. ومصر والمغرب حاجه واحده. حبايبي مصر اخوتنا الحمد لله. الحمد لله. والله العظيم. صباح الخير يا ست جميلة. صباح النور. ازيك عاملة ايه؟
ست جميلة من أعز أصدقائي هنا في المغرب، وكانت صورت معايا قبل كده في مراكش. أنا هختبرها، شوف كده معلوماتها الفرعونية، يا رب تجاوب صح عشان نفسي أديها هدية. هديك هدية فرعونية جميلة لو جاوبت صح. جاوبت صح. طيب. إن شاء الله جاوبت صح. إن شاء الله. قوليلي، طبعًا أنت تعرفي الأهرامات. طبعًا. عارفاها. حدش ما يعرفش الأهرامات. بجد. عددها كام؟ سبعة. يعني عجبني ثقتك جدا. لا هما مش سبعة. مش سبعة. ركزي. ثلاثة. طيب. أبو الهول وخوفو. ايوه. أسميهم ايه بقى الثلاث اهرامات؟ في ابو الهول. لا ابو الهول ده تمثال لوحده خالص. في الاهرام ما اهرامات. مش عارفة اسميهم. لا اهرامات الجيزة. هما اهرامات الجيزة لان هما موجودين في محافظة الجيزة. انما هما ليهم اسماء لان في الاكبر والاصغر فالاصغر. طيب قبل ما نكمل اساميهم، هما في مصر عندنا اكتر من 100 هرم، مش ثلاثة بس. مش ثلاثة. وفي اهرام مدرجة يعني كتير جدا، بس الاشهر على الاطلاق او عالميا يعني هما الثلاث اهرامات اللي في الجيزة، واساميهم خوفو خفرع ومقرع. برافو عليك. برافو عليك. ما شاء الله. ممكن عندي معلومات بس مش حاضرة، عشان انا خطفتك من الحركة. طيب. تعرفي الهرم اتبنى في قد ايه؟ الهرم الاكبر كم سنة؟ 20 سنة. جميلة. تخيلي 20 سنة. ان شاء الله. قعدوا 20 سنة يبنوا فيه. طيب تعرفي ارتفاعه قد ايه؟ لا مش فاكرة. 146 متر ونص. ولو جيتي ان شاء الله مصر زرتي الاهرامات هتتفاجئي يعني بعظمة الهرم. لا جميل. احنا بنتفاجئ بعظمتها من خلال الشاشات، بس لو زرناها هنتفاجئ اكتر يعني. الحقيقه طيب يعني على الرغم من انت اجاباتك مش كامله، بس كويس انك عارفه اسماء الاهرامات، ودي بحد ذاتها لان كتير قوي من المغاربه سالتهم مش عارفين اسم. هلا والله من الاول انا حكيت لك ان عندي معلومات بس مش الجماعه، لاني مش ما دخلتش في الثقافه الفرعونيه يعني بالذات. لا شكلك لسه ما افتكرتيش. طيب انا هديكي هديه، ندي ايدك وخدي اللي انت عايزاه. ايه رايك؟ يلا. انت اخدتي اثنين. لا رجعي واحده، رجعي واحده. كده ما شاء الله. هديه حلوه. طيب انت عارفه ده مين؟ دي مين؟ دي كليوباترا. برافو عليك. يعني انت عارفه كليوباترا؟ طبعا. طب تقدري تقولي لي اسم ثلاث ملكات فراعنه حكموا مصر منهم كليوباترا؟ فاضلك اثنين كده، ساعدتك اهو. ها؟ مفيش؟ يكسوف. طيب. لا والله. هقول لك انا. كليوباترا، نفرتيتي. نفرتيتي، نفرتيتي. ها؟ شفتي بقى؟ حتشبسوت. انت بتقول لك المعلومات بس انا عارفاها، بس انا استحضرها حاليا ما اعرفش راحت فين. علوم شرفتيني. وان شاء الله لما اشوفك مره ثانيه في المغرب او في مصر، تنورينا في مصر. تكون معلوماتك اكتر واكتر عشان هسالك اسئله اكتر. لا حبحث ان شاء الله. حدرس تاريخ مصر ان شاء الله. شكرا يا جميل. ان شاء الله. صباح الخير. صباح الخير. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. نتعرف بيك كده، اسمك ايه؟ عبد الحكيم. عبد الحكيم اللويزا. ما شاء الله اسم جميل. استاذ عبد الحكيم لقمة شقيقنا مصري. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. انا هسالك يا استاذ عبد الحكيم سؤال يخص الفراعنه. عارف الفراعنه قدماء المصريين؟ طيب لو جاوبت عليه صح هدي لك هديه من الشنطه معايا هنا. ان شاء الله. هديه فرعونيه ان شاء الله. ان شاء الله. جاهز؟ جاهز. وعلش الله. جاهز يا استاذ عبد الحكيم؟ وعلش الله. طيب يلا بينا. قدر المستطاع. قدر المستطاع اللي انت تقدر عليه ان شاء الله. في هنا يا استاذ عبد الحكيم عندكم الامازيغي. نعم. اللغه بتاعتهم الاساسيه الامازيغي. نعم. صح. نعم. طيب قدماء المصريين عندنا ديالنا اللغه بتاعتهم كان اسمها ايه؟ فرعونيه. ما هي فرعونيه بس كان ليها اسم. شكلك مش عارف. نعم. صراحه. طيب هي كان اسمها اللغه الهيروغليفيه. نعم الهيروغليفيه سمعتها بس مش ناس. بس مش فاكر. عارفها الذاكره عندي شويه ولا فسخني الذاكره يعني عارفها بس سمع. عارفها الهيروغليفيه. طيب هعديها لك. هسالك سؤال تاني. الله يا رب. فرصه اخرى. احنا عندنا اهرامات في مصر صح؟ نعم. طيب عارف عددها؟ ثلاثه. برافو عليك. طب عارف اساميهم؟ ابو الهول. لا ابو الهول ده تمثال جنب الاهرامات. الجيزه. هي في الجيزه دي، منطقه الجيزه، محافظه الجيزه. بين قوسين. بين قوسين.
انا ما نفوتش الفرصه لانه مؤخرا تنفكر فكر بيت مشي لمصر تنور وتانس تنورنا بالبحر ها ماشي الطياره ولا السير باي وسيله ان شاء الله تيجي طاير الشهور المقبله نوفمبر ديسمبر تنفكر بيت مشي لمصر. طيب تعرف اسمي الاهرامات ولا لا؟ لا لا. طيب خوفو خفرع منقرع خوفو عرفته ده الكبير. طب اخر سؤال بقى وان شاء الله تجاوب. يا رب. اتبنى في كم سنه هرم خوفو؟ لا ما نعرفش خالص. طيب هرم خوفو يا استاذ عبد الحكيم اتبنى في 20 سنه ويقال 21 سنه المده الزمنيه اللي استغلها. تخيل 20 سنه بيبنوا في الهرم. ده يدينا انطباع ان حاجه الشموخ. ارتفاعه 146 متر ونص. 146 تخيل. يعني يدينا كم دور كده؟ نطيحة السحابة عالية جدا. مبسوط ان انا قعدت معاك شوية دول. وعلى الرغم ان انت ما جاوبتش على بعضه انا يشرفني لانه بس برضه هدي لك هدية ترابية عشان انت راجل جميل. انا يكفيني انا جيتي عندي وشرفتني. الله يخليك وحلمي بديت تحقق شوية. انا عندي غاية مشي لمصر وجاتني مصر جات لك حتة من مصر حتة من مصر. الله يخليك وصول لمصر ده من ذوقك والله. طيب انا هديك حاجة تخص الفراعنة برضو وتخص اللغة الهيروغليفية وان شاء الله تعجبك. دي تعرف ايه دي ولا متعرفش؟ عندي الصورة دي. هي دي اللغة الفرعونية. هي دي اللغة الفرعونية. والورق ده اسمه ورق بردي. ورق البردي. البردي. سامع عنه؟ سامع. هو ده ورق البردي اللي كانوا بيستخدموه قدماء المصريين زمان في الكتابة. ما كانش عندنا ورق. لا. ولا كرتون. لا. كان عندنا ورق البردي ده بيطلعوه من حاجات طبيعية. شجرة. بلا ورق. بردي. بالظبط. تحياتي الكاملة. الله يخليك. الشعب المصري الشقيق. الله يخليك. الله يخليك. وإن شاء الله حكون عندكم. إن شاء الله. نور وتعالى. شرفت بيك. معنا بقى حنان. حنان شكلها كده واثقة من نفسها وعلى فكرة بتتكلم سوري. ازيك يا حنان؟ الحمد لله. انتوا كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. الله يخليك يا محمد. هسألك سؤال فرعوني. لو جاوبتي هديك هدية فرعونية من الشنطة دي. انت كمان هتختاريها بنفسك. اوكي؟ طيب تعرفي ان في الفراعنة عندنا حكام سيدات؟ سمعتي قبل كده؟ طيب تقدري تقولي لي على ثلاث اسماء سيدات حكموا مصر فراعنة؟ نفرتيتي اكيد ما عارفاها كل الناس عارفاها. الثانية كليوباترا. برافو عليك. والثالثة هاتشبسوت. قربتي. هاتشبسوت. برافو عليك. برافو عليك. كويس ان انت عارفة هاتشبسوت اساسا. برافو عليك. شكرا. الله يخليك. طيب اختار لك انا الهدية ولا تختاريها انت؟ مثل ما لا اختاريها. مد ايدك وقولي بسم الله. يلا بسم الله. ما شاء الله. ورينا بقى طلعت ايه. شكرا. طب عارفه مين ده؟ فرعون. ايوه هو فرعون. لا مش هيكون مكتوب كينج توت عنخ امون. امون. توت عنخ امون. توت عنخ امون. مبروك يا ست حنان. شكرا. العفو. وان شاء الله تشرفينا في مصر وتنورينا. شكرا ربنا يخليك. وانت مرحبا فيك مره ثانيه. الله يخليك. الله يخليك. ومعانا الست دينا. قالت لي انا اتحداك. انا عندي خلفيه فرعونيه عاليه جدا. هنشوف بقى. ازيك يا دينا؟ مرحبا. عامله ايه؟ كله تمام؟ منيح دي سوري. بتتكلمي سوري؟ لا. طيب ماشي. قولي انا مزيانه او مزيونه؟ انا مزيانه. انتي لاباس؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. كيفكم؟ الحمد لله. طب يا ستي دينا بقى بما انك عارفه وعندك خلفيه فرعونيه تعرفي الاهرامات في مصر؟ اكيد. مفيش حد ما يعرفش اهرامات مصر صح؟ صح. طيب احنا عندنا كم هرم في مصر؟ ثلاثه. متاكده؟ متاكده؟ طيب تعرفي اساميهم؟ تعرفي اساميهم بجد؟ اكيد. فعلا؟ متاكده؟ انا حاسس ان انت واثقه جدا على اللزوم. طيب قولي لي اساميهم ايه؟ الاكبر فالاصغر فالاصغر. هو ده التحدي بقى. ده الاكبر ولا الاصغر؟ اكبر. برافو عليك. خفرع.
منكرة. ما شاء الله كده انت وصلت نفسك، برافو عليك، مبروك يا ستي دينا، كسبتي معايا هدية فرعونية. دينا تحبي هدية ورقية ولا قماشية ولا تختار انت زي ما يطلع؟ يلا جربي حظك. يا سيدي طلعت هدية قماشية. دي شنطة على شكل ايه؟ فرعوني. عجبتك؟ كتير. ربنا يخليك. شكرا. مبروك، متشكر على وقتك. شكرا. الله يخليك. الله يخليك. من على بلاج اغادير او مدينة اغادير في الجنوب قابلت محمد. مساء الخير محمد. السلام عليكم يا صندوق. جود ايفنينج. ازيك؟ السلام عليكم. كله تمام؟ الحمد لله بخير. محمد هسألك سؤال، تعرف الفراعنة؟ فرعنة؟ ايوه فرعنة. بجد؟ أهرامات. عندك خلفية عن الفراعنة يعني؟ عندي شوية. شوية. الحمد لله. طيب أنا هسألك سؤال عن الفراعنة، ولو جاوبت هديك هدية من اللي معايا في الشنطة دي. مرحبا. طيب، تعرف الأهرامات في مصر؟ الأهرامات ضروري، هدول من عجائب دنيا السبع. طيب، تمام، كم هرم؟ كم هرم؟ خمسة. طب هو المتعارف عندنا في مصر إن الأهرامات ثلاثة. ثلاثة. أهرامات كبار. بس هي الأهرامات عندنا ما شاء الله يعني معديني المية. مية أهرام. عندنا أهرامات كتيرة جدا. اللي أنا عايزه بقى منك أسامي الأهرامات. أسامي الأهرامات صعيبة شوية. صعيبة شوية. صعيبة شوية. طب هسألك سؤال تاني وفرصة أخيرة. طبعا أنت عارف إن في ملكات حكموا مصر. أيوة. سيدات. سيدات. اديني ثلاث أسماء للثلاث ملكات حكموا مصر. زليخة. من الفراعنة. زليخة. لا. لا ممكن ملوك. انت قلت لي واحده من شويه. كليوباترا. كليوباترا. ادي واحد. ميري كليوباترا. تتعنخامون. لا ده راجل. يا راجل ده راجل. يا راجل تتعنخامون. ثلاث ملوك. ثلاث ملكات. سهل عليا. ملك وملكه. لا لا انا عايز ملكات. كليوباترا. كليوباترا صافي. خالص. اقول لك واحده وانت تجيب الثالثه. سير. نفرتيتي. نفرتيتي. عمرك ما سمعت نفرتيتي؟ عمري ما سمعت. لا لا بس دبل لما دبل عملت تشويه. بحث ازاي على اهرام. طبعا والله. طيب هدي لك واحده. نفرتيتي. نيفرتيتي. نفرتيتي. نفرتيتي. حتشبسوت. حتشبسوت. دول اشهر ثلاث ملكات حكموا مصر ايام الفراعنه. ومع ذلك برضه انا هديك هديه حبيبي الغالي. الله يخليك. هي الغرض ان انا بس حابب اعرف المغاربه شويه عن الثقافه عن الفراعنه. انا ده فرصه سعيده والله. يعني هديه بسيطه كده. شكرا والله مش بسيطه، هديه هديه غاليه بزاف. الله يخليك. احنا قبل 2001 لما بتابع عند امي ابي بفتح تلفاز مغربي بقعد الامام ليلى علوي سينما مصريه، وده شيء بيحزن في القلب. بس في الاواخر تركيا مش اللغه المصريه. لا لا ارجع تاني للمصري. لا بس دابا الحاله لما فتحت التلفاز المغربي بقى افلام تركيه. مش نفس اللغه، افلام ودبلجه. حاجه بتحز الخاطر علشان قبل كانت اجواء مشوقه بنعرف على الثقافه المصريه. ومازال سعيد. ومازال الايمان. انت بس ارجع للمصري تاني وهتلاقي كل حاجه حلوه. شرفت بيك والله. مشرفين. تحيه لنص مصر. اكادير مرحبا بكم في المغرب. الله يخليك. مصر لا تنسوا، مصر ام الدنيا. شكرا يا حبيبي. حبيبي أستاذة هدى، هسألك سؤال فرعوني أو عن الفراعنة، ولو جاوبتي صح هديكي هدية فرعونية. ماشي. صافي؟ صافي؟ جاهزة؟ ماشي. طيب، اديني ثلاث أسماء لثلاث ملكات فراعنة حكموا مصر. حكموا مصر. كليوباترا. كليوباترا. نفرتيتي. نفرتيتي. طب هسألك سؤال تاني رأفةً ورحمةً عشان بس كلنا طاجين مع بعض. يعني. اللي هو عيش وملح. يعني. نضيف في المغرب وسهلة. لا 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 ما تأثريش عليا. ما تأثريش. ما تحاوليش تأثري عليا. طيب أكبر هرم في الأهرامات الثلاثة اسمه إيه؟ خوفو. برافو عليك. ارتفاعه قد إيه بقى؟ هنا السؤال. بالقدم ولا بالمتر؟ بالمتر. مش عارف. 150. يا قربتي قوي. 200. لا 146. طيب اخر سؤال بقى عشان ابقى منصف معاكي وابقى كده عملت اللي عليا. والثالثه ثابته. والثالثه ثابته. اتبنى في كام سنه؟
اتبنى في كم سنة؟ اتبنى لا مش في سنة كام؟ كام سنة؟ كم سنة؟ يعني قعدوا يبنوا فيه كم سنة؟ 20 سنة. برافو عليكي، برافو. ما شاء الله. بس برضو مش هديكي هدية برضو. مش مشكلة. إيه لا لما تجاوبي على السؤال الأخير. تعرفي توت عنخ آمون؟ أيوه. عارفة؟ أيوه. تعرفي إيه عنه؟ إنه ملك. أيوه. زوجة ديالو هي نيفرتيتي. هو سؤالي. ملك فرعوني. ملك فرعوني ملك فرعوني حكم مصر. أيوه سؤالي بقى، حكم مصر وهو عنده كم سنة؟ هعمل لك تايمر. تايمر 1 2 لغايه 10 4 ما بدش شاش 5 16 سنه. غلط. الحمد لله مش كسبتش. الحمد لله ما كسبتش. لا لازم تزودي معلوماتك شويه يا استاذه هدى عن فراعنه. لما زور مصر ان شاء الله. ان شاء الله. بس برضه هديك هديه لما نروح العربيه ان شاء الله. هديك هديه ان شاء الله. متشكر قوي. مساء الخير. مساء الخير استاذ. ازيك محمد؟ الحمد لله. الاسم كريم. ايوب. ايوب. ايوب ما شاء الله. ازيك يا ايوب؟ الحمد لله. عامل ايه؟ مرحبا. ايوب انا عايز ادي لك هديه. مرحبا. نفسي ادي لك هديه. مرحبا. معايا في الشنطه هنا هدايا فرعوني. مرحبا. بس لازم اسالك سؤال فرعوني وتجاوبني عليه. مرحبا. انا مستعد قوي شويه. شويه يعني هي عامه الاسئله سهله يعني حاجات من المعروفه يعني. مرحبا استاذ. انا نشوف نحاول انني نجاوب على الثقافه المصريه. طيب قول يا محمد، انت طبعا تسمع عن الاهرامات في مصر. الاهرامات كنسمع بها. والفراعنه. والفراعنه على راسنا وعيننا. الله الله يخليك. طيب احنا عندنا كام هرم في مصر؟ كم اهرامات يعني؟ كاينين 5 أهرامات. عجبني فيك الثقة، يعني واثق من نفسك. لا طبعا هو مش 5. مش 5. طيب 3 ولا 4؟ 3. 3. برافو عليك. 3 يكون 3. طيب احنا عندنا في مصر أكثر من 100 هرم. أكثر من 100 هرم. تخيل. بس الأهرامات المعروفة والمشهورة هم 3 أهرامات. 3 أهرامات. طيب سؤالي بقى، أسميهم إيه؟ سؤال صعب شوية أستاذ، ما أقدرش أنا نجاوب عليه فعلا؟ لا ما أقدرش، ما عارفش، ما عنديش فكرة يعني. يعني عمرك ما سمعت عن أسماء الأهرامات عندنا في مصر؟ لا. ولا عدت عليك خالص ولا؟ ربما نقدر نسمعهم ولكن ما عارفش بالضبط وش دي الأهرامات. ما ركزتش. أوكي. هو الحقيقة يعني أنا كل اللي سألتهم قبل كده فعلا مش عارفين أسماء الأهرامات عندنا، ودي حاجة مزعلاني. عشان كده أنا ابتديت أنشر على حسب شوية المعلومات البسيطة الفرعونية، يمكن أقدر أوصل حاجة يعني. احنا عندنا هرم خوفو. خوفو. خفرع. خفرع. منقرع. منقرع. كبير خوفو، الوسط خفرع، والصغير منقرع. منقرع. 3 أهرامات، اشهر 3 أهرامات اللي كاينين. ما هما صراحه كاينين اكثر من 100 هرم يعني. على يعني في اهرامات كثيره قوي عندنا في مصر، بس يعني حاجات صغيره وحاجات عليها عمر تعريه وما بقتش حجمها زي ما هي. 3 أهرامات دول اللي محتفظين بكيانهم. طيب هسالك سؤال بسيط بقى. مرحبا. وهو الغرض منه ان انا ادي لك المعلومه يعني. مرحبا. عارف الهرم الكبير، اكبر هرم، اتبنى في كام سنه؟ ربما غادي تكون اتبنى في 20 سنه يا ايوب. تخيل 20 سنه. ما شاء الله. وكان المفروض ان يتحط فيه مومياء الملك خوفو. خوفو. بس مش علشان مقبره يعني، علشان انه تبجيلا للملك خوفو وتعظيما ليه، اللي هو ملك فرعوني زمان، اللي الهرم اتسمى باسمه. فهو اتحط فيه. ناس كتيره فاكره انه مقبره او اتعمل عشان يبقى مقبره، بس هو مش مقبره يعني. انا صراحه الثقافه المصريه ماشي، لا انا كنتفرج في الافلام المصريه، ولكن يعني هذه المصريه يعني التاريخيه. يا رب تكون يعني عرفت حاجه جديده. الحمد لله. لا لا لا، هذا الساعه بهذا الفيديو هذا يعني درست معلومات. طيب الحمد لله وجودك. ومع ذلك هدي لك برضه هي عشان انت صديقي وحبيبي. مرحبا استاذ على الراس. بما انك مغربي يعني. مرحبا استاذ. وهذه انا احب اوجه رساله يعني للشعب المصري، ان الشعب المغربي نحن نحبكم كثير، والشعب المصري يعني عنده يعني تاريخ كبير، وحنا كنرحبوا بالشعب المصري في المغرب وخصوصا مدينه اكادير. مرحبا. الله يخليك. مرحبا استاذ. شاكر يا محمد. مرحبا. ودي هديه بسيطه. شكرا. هذه ديال الاهرامات. مرحبا. ده ورق بردي.
البردي ده، البردي ده كان قدماء المصريين او الفراعنه بيستخدموه في الكتابه، ورق البردي. ورق البردي ودي معلومه جديده اهي. ده ورق مخصوص جدا بيطلع من شجره معينه. هذا ورق الاصل ديالو في الشجره بالظبط. ورق البردي. شكرا بزاف على هذا. شكرا لك. شكرا لك يا ايوب، وان شاء الله نشوفك في مصر وتنور مصر وتعرف معلومات اكتر ان شاء الله. مرحبا. تعرف بيكي؟ نهيلة. ها؟ نهيلة. نهيلة. ازيك يا نهيلة؟ والله الحمد لله. عزيزة. عزيزة. ازيك يا عزيزة؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. انتوا من اجادير ولا من بلد تانية، مدينة تانية؟ انا من مدينة ورزازات. انا اجادير. اجادير. ورزازات جميلة. يا بختك يا نهيلة. شكرا. تعرفوا حاجة عن الفراعنة؟ لا. خالص؟ خالص. طب ما تعرفيش الأهرامات؟ أعرف فقط إنها موجودة في المدينة. بس فقط. بس. طيب يعني عايز اديكوا هديه، اللي هيجاوب صح اديله هديه. ها؟ طب سؤال بسيط، يعني عارف ان انتوا معلوماتكوا بسيطه شويه، احنا عندنا كام هرم في مصر؟ 5 لا غلط. انا والله ما بعرف. اكثر ولا اقل؟ العدد ما بعرف. طيب المعروفين، المعروفين انا عايز عدد المعروفين او المشهورين على مستوى العالم، أو اللي بيعتبروا من عجائب الدنيا السبعة. خالص؟ خالص والله خالص. طيب هما ثلاثة. طيب تعرفوا اسم أي ملكة مصرية فرعونية؟ برضو؟ برضو خالص. أفي الأصل لا معلومات على مصر. يعني عمركم ما سمعتوا خالص عن فرعنة، عن الأهرامات؟ لكن مش أي معلومات خالص. طيب إحنا عندنا احنا عندنا في مصر ثلاث اهرامات المعروفين، ثلاثة، خوفو، خفرع، منقرع، دي اسامي الاهرامات، والثلاثة موجودين في محافظة الجيزة في مصر مش في القاهرة. ناس كتيرة فاكرة انها في القاهرة. بالظبط كده. فاحنا الاهرامات موجودين عندنا في الجيزة، والهرم الاكبر اتبنى في 20 سنة. طب عارفين شكل الاهرامات ولا لا؟ طب الحمد لله. الحمد لله. طيب تعرفي اصغر ملك مصري فرعوني حكم؟ طب ما سمعتيش خالص عن توت عنخ امون؟ توت عنخ امون ده ملك غريب. طيب هو اصغر فرعون مصري حكم، او ملك مصري حكم مصر. كان نفسي اديك هديه. نفسي اديك هديه والله. يا نهيله نفسي اديك هديه. انا بصراحه مش عايز امشي من غير ما اديك هديه يا جماعه. اي واحده فيكم سمعتوا عن ابو الهول؟ بجد؟ طب ايه ابو الهول؟ هو عبارة عن كمثال في جسد الأسد ورأس الإنسان. برافو ما شاء الله. طب ما انت عارفة اهو، انا حاسس ان انت مخضوضة ليه؟ يعني حاسك مخضوضة كده. طب تقدري تقولي لي ليه بقى؟ وعلى ما أظن انه يوحي للعظمة والقوة وما إلى ذلك. برافو عليك، عشان كده حطوه جنب الأهرامات عشان يبقى حارس. أيوة كده خليتيني مبسوط والله. طيب عشان جاوبتي انا هديكي هدية ونقيها انت كمان بنفسك. مد يديك في الشنطة وخدي اللي انت عايزاه. يلا. كيس فاضي. طلع كيس فاضي. فرصة ثانية. يلا. ما شاء الله. عارفة مين دول؟ الفرعونيين. طب عارفة ده ايه؟ لا. رمز الشمس. بتدي اشعتها على الارض. دي كانت الرسومات بتاعه الفراعنه زمان، ودي اسمها الكتابه الايه، الهيروغليفيه. لا انت اكيد مش عارفاها، انا متاكد. سمعتها زمان. سمعتي عنها؟ لا سالتها. طيب هي دي الكتابه الهيروغليفيه بتاعه الفراعنه زمان، وده كان شكل الرسومات بتاعتهم، سواء على في المقابر، على الاهرامات، في المعابد. كانوا بيجسدوا كل حدث بيعملوه، صيد، حروب، احداث يوميه، الحياه بتاعتهم بالرسومات دي. شكرا. يا رب يكون عجبتك. عجبتني. انت عارفه دي ايه ولا لا؟ عارفه دي ايه؟ شنطه. تسموها ايه بالامازيغي؟ بالعربي كنقولوا ستاك. ستاك. ساك. اوكي متشكر جدا. يا رب نشوفك في مصر قريب ان شاء الله. ورزازات مدينه جميله جدا يا نويه. الله يخليك. متشكر جدا. شكرا على وقتك. باي باي.